بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 95. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. كنا مع المؤلف رحمه الله في باب الرهن، وقفنا عند قوله: فصل، وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن. تقدم الحديث معنا في هذا، ثم قال: وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. تقدم أن مؤونة الرهن على الراهن، لكن لو أن المرتهن أنفق على الرهن، فإن كان هذا بإذن الراهن فإنه يرجع عليه بما أنفق ويطالبه بما أنفق، لأنه أنفق على الرهن بإذنه. نعم. أما إذا أنفق عليه من غير إذنه، وهو مما لا يركب ولا يحلب، مما لا يركب ولا يحلب، فإنه ليس له رجوع على الراهن، لأنه بغير إذنه، فيكون متبرعا بذلك. نعم. وإن تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم. إن تعذر الإذن وكان على الرهن خطر من عدم الإنفاق عليه بأن يتلف، كالحيوانات التي لا تركب ولا تحلب وهي مرهونة، فإنه حينئذ يرجع على الراهن إذا تعذر استئذانه، لأنه لو ترك الإنفاق عليه لتلف. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، ولأن هذا الرهن له حرمة فلا يترك يتلف ويتضرر. نعم. ولو لم يستأذن الحاكم. ولو لم يستأذن القاضي في هذا، لأن المحافظة على المال من الضياع أمر مطلوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وهذا مال يتلف لو لم ينفق عليه وتعذر استئذان صاحبه، فيكون المرتهن محسنا في انفاقه عليه، في المحافظة على ماليته، وفي هذا حظ للراهن وليس عليه ضرر، فله أن يرجع عليه. نعم. وكذا وديعة ودواب مستأجرة هرب ربها. وكذا الودائع التي تكون عند الإنسان وتحتاج إلى مؤونة، ولو لم ينفق عليها تلفت ولا يمكن استئذان صاحبها في الإنفاق عليها، فينفق عليها ويرجع على المودع. وكذلك دواب مستأجرة تحتاج إلى مؤونة، ومؤونتها على المؤجر، على المالك، ولكن تعذر إنفاقه عليها وتعذر استئذانه في الإنفاق عليها، فللمستأجر أن ينفق عليها ويرجع على صاحبها بالنفقة. نعم. قال: والدواب مستأجرة هرب ربها، يعني اختفى ربها ولا يمكن معرفته واستئذانه، يعني معرفة مكانه، لأجل أن يستأذن، ولو تركت هذه الدواب هلكت. نعم. ولو خرب الرهن فعمره خرب ولو خرب الرهن فعمره بلا إذن رجع بآلته فقط. أما ما لا حرمة له ولا روح له، كالعقارات والدور والبساتين، فهذه لا ينفق عليها المرتهن ولو خربت، لأنها إذا خربت
تخرب على صاحبها، لكن لو أنفق عليها من غير إذنه وعمرها فإنه لا يرجع على الراهن بشيء، لأنه لم يأذن له بذلك، ولأنه لا ضرورة إلى هذا الإنفاق، لكن يرجع بآلته فقط. فإذا بنى الدار أو ركب عليها أبوابا أو غير ذلك مما يضعه في الرهن من الإصلاحات، فإنه يرجع بما يملك وما وضعه في هذا الرهن فقط، ولا يطالبه بما زاد على ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الضمان. انتهى من التوثيق بالرهن، انتقل إلى التوثيق بالضمان. والضمان معناه في الاصطلاح تحمل جائز التصرف ما وجب على غيره أو يجب على غيره، بأن يقول: أنا متحمل لما على فلان من الدين، أو أنا ضامن ما على فلان من الدين، أو ما يلحق فلان من الديون في المستقبل فأنا ضامن بها، من أجل أن يثق الناس من هذا المضمون فيتعاملون معه. هذا هو الضمان، مأخوذ من الضمن، لأن ذمة الضامن صارت في ضمن ذمة المضمون عنه. والضمان عقد إرفاق، الضمان عقد إرفاق فيه مصلحة للناس، فيه إحسان من الضامن، وفيه إعانة للمضمون، فهو عقد إرفاق لا يجوز أخذ العوض عليه. والأصل فيه قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. هذا ضمان في القرآن، وأنا به زعيم يعني ضامن. وقوله صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم، والزعيم معناه الضامن. قال تعالى: سلهم أيهم بذلك زعيم، أي من يضمن لهم هذا الذي يقولون إنهم في الجنة وإنهم لا يعذبون في الآخرة وأنهم مثل المسلمين، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، أم لكم كتاب فيه تدرسون، إن لكم أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون، سلهم أيهم بذلك زعيم. من الذي ضمن لهم هذا الشيء؟ فالزعيم في القرآن في اللغة هو الضامن. والضمان كما ذكرنا أنه عقد إرفاق، فيه إحسان إلى المضمون، وفيه أجر للضامن لا يجوز أخذ العوض عليه. نعم. قال رحمه الله: لا يصح إلا من جائز التصرف. الضمان تحمل في الذمة، فلا يصح إلا من جائز التصرف، يخرج بذلك الذي لا يجوز تصرفه لا يصح ضمانه، كالصبي والمجنون، فهؤلاء لا يصح ضمانهم لأنه لا يصح تصرفهم لأنهم محجور عليهم. نعم. قال: ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت. لصاحب الحق الذي هو الدائن مطالبة من شاء من الضامن أو المضمون في حال حياتهما وفي حال موتهما أو موت أحدهما، لأن حقه تعلق بذمتيهما، لأن حقه تعلق بذمة الضامن وبذمة المضمون عليه، فله أن يطالب الضامن وله أن يطالب المضمون، فإن طالب المضمون وسدد له برئ الضامن، وإن طالب الضامن وسدد له فإنه يرجع على المضمون. نعم.
فإن برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن. إذا برئت ذمة المضمون عنه بأن سدد الدين أو أبرأه منه وأعفاه منه برئت ذمة الضامن، لأن الضامن فرع والمضمون أصل، فإذا برئ الأصل برئ الفرع لا العكس، إذا برئ الضامن لم يبرأ المضمون. نعم. قال لا عكسه. أي نعم. يعني كيف يبرأ الضامن؟ أن يعفيه صاحب الحق؟ يعفيه صاحب الحق. نعم، يعفيه صاحب الحق فقط، يعني لا تتصور براءته بغير ذلك تقريبا. فإذا برئ الضامن من الضمان لم يبرأ المضمون حتى يسدد الدين، لأنه إذا بطلت الوثيقة فالدين باق في ذمة، مثل الرهن، لو بطل الرهن فيبقى الدين في ذمة المدين. نعم. قال ولا يعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه، ولا يعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه، كما لو قال لأهل السوق من اشترى منكم شيئا فأنا ضامن به، من اشترى منكم شيئا أو استدان منكم أحد فأنا ضامن به، وذلك لقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. فقوله من جاء به هذا مجهول، وقد تكفل بحمل البعير له. نعم. ولا له، قال ولا يعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا له، ولا المضمون له، كما لو قال من أدان من دين فلان، من دين فلان فأنا ضامن له، فالمضمون له غير معروف لكن المضمون عنه معروف. أي نعم. أو يقول ما لحق فلان من الدين فأنا ضامن به، فهو يعرف المضمون عنه ولا يعرف المضمون له. وهذا أخذ من الآية ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. نعم، يعني أيا كان جاء به. أي نعم. بل رضا الضامن، بل يشترط رضا الضامن، لأن الضمان تحمل، ولا يجوز أن يحمل أحد أو يضمن أحد بدون رضاه. نعم. إذن لا يعتبر رضا الضامن رضا المضمون عنه، وإنما يعتبر رضا الضامن لأنه هو المتحمل. نعم. ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم، يصح ضمان الشيء المجهول إذا آل إلى العلم، وذلك مثل قوله تعالى حمل بعير وأنا به زعيم، فحمل البعير مجهول لا يدرى ما هو، ومع ذلك تزعم به وتكفل به، إذا كان يؤول إلى العلم فيما بعد. فإذا قال من باع على فلان شيئا فأنا ضامن به، فالذي يباع على فلان مجهول لكنه يؤول إلى العلم في النهاية، فلذلك يصح. أما إذا كان لا يؤول إلى العلم ويبقى مجهولا دائما فإنه لا يصح ضمانه. نعم. قال ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم، بهذا القيد، إذا آل إلى العلم، إذا كان يعرف بالمآل، أما إذا بقي مجهولا مستمرا فإنه لا يصح ضمانه، لأنه لا يمكن تحميل الضامن شيئا مجهولا. نعم. والعواري والمغصوب والمقبوض بسوم وعهدة مبيع، يصح ضمان العواري، كان يقول من أعار فلانا عارية فأنا ضامن عليه. والعارية كما عرفها الفقهاء هي أخذ شيء ينتفع به ثم يرده إلى صاحبه، كالكتاب مثلا والسيارة والقلم وغير ذلك من العواري، فيقول من أعار فلانا حاجته فأنا ضامن بها، فيلزمه حينئذ الضمان، هذه العارية. والمغصوب الغصب هو الاستيلاء على حق الغير قهرا، هو الاستيلاء على حق الغير قهرا، فلو كان شيء عند غاصب ثم جاء إنسان وتكفل برده من الغاصب
صح ذلك. نعم. والمقبوض بسوم. المقبوض بسوم كما لو سام سلعة وأراد البائع أن يبيع عليه وقال أنا أذهب بها لأريها أهلي أو لأستشير أهل الخبرة، فإن رضوا بها فإني قد اشتريتها، فيقول مثلا صاحب السلعة أنا لا أثق بك أن تذهب بها، فيأتي شخص ويقول أنا ضامن عليه، دعه يذهب بها ويستشير، فيصح الضمان في هذا. نعم. وعهدة مبيع. عهدة مبيع كما لو اشترى كما لو باع شيئا ثم قال له المشتري أنا أخاف أن هل أنت بعت ما هو ملك لك، أنا ما أعرفك وخاف أن هذا الملك أن هل اللي بعت علي ليس ملكا لك، ويأتي أحد باتري طالبني. نعم. فيقول شخص ثالث أنا أضمن عليه أنه إن جاء أحد يطالب فأنا ضامن، فيصح الضمان في هذا. هذه عهدة المبيع تسمى عهدة الدرك. نعم. أن يضمن الضامن أن المباع ملك للبائع. أي نعم. وأنه إن جاء أحد يطالبه وصار ما هو ملك للبائع فإني أضمن هذا. نعم. لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها. لا يصح ضمان الأمانات وهي الودائع، لأن الوديع والمستأمن غير ضامن، فلا يحتاج إلى أنه يضمن عليه دركها. نعم. بل التعدي فيها. بل يضمن التعدي فيها، فيقول من أودع عند فلان أو أمن عند فلان شيئا فأنا أضمن أنه ما يتعدى عليها، أنا أضمن أنه ما يتعدى عليها، فيصح الضمان بهذا. أما أن يقول من أودع عند فلان، من أودع عند فلان أو أمن فلانا فأنا ضامن له بهذه الأمانات أن يردها، فهذا غير صحيح، لأن الأمين لا يضمن بغير تعدي. نعم. فيقول لو قال مثلا أنا أضمن إن الأمانات عند فلان إن تلفت فأنا أضمنها، إن تلفت فأنا أضمنها، أو الودائع إن تلفت عنده فأنا أضمنها، نقول هذا الضمان غير صحيح، لأن الوديع والأمين لا ضمان عليه ما لم يتعدى. نعم. بل التعدي فيها. بل يضمن التعدي فيها أنه ما يتعدى فيها. نعم. قال رحمه الله فصل في الكفالة. هذا هو النوع الثالث من أنواع الوثائق وهي الكفالة. والفرق بين الكفالة والضمان أن الضمان يكون بالمال، وأما الكفالة فإنها تكون بالبدن، بأن يتكفل أنه يحضر فلان عند الطلب، يحضر فلانا عند الطلب، كأن يكون على شخص حق ويكون مسجونا بهذا الحق فيقول أطلقوه وأنا أكفل لكم إحضاره عندما تطلبونه، هذا هو الكفالة. نعم. إذن الفرق بين الكفالة والضمان أن هذه بالمال وتلك بالبدن. بالبدنين، وهي كفالة إحضار. نعم. قال رحمه الله وتصح الكفالة بكل عين مضمونة. تصح الكفالة ببدن كل من عنده عين مضمونة من الديون وغيرها، فيقول أنا أتكفل بإحضاره عند مطالبة أصحاب الأموال بأموالهم. نعم. وببدن من عليه دين لا حد ولا قصاص. وتصح الكفالة ببدن من عليه دين، بأن يقول أطلقوه وأنا أحضره لكم عند الطلب، إذا كان هذا الحق لمخلوق. أما إذا كان الحق ليس لمخلوق كالقصاص مثلا. نعم. قال وببدن من عليه دين لا حد ولا قصاص. وتصح الكفالة ببدن، بأن يكفل إحضار بدن من عليه حق غير القصاص والحد، أو عليه حق غير الحد،
لأنه يمكن استيفاء هذه الأشياء من الكفيل، أما الحد فلا يمكن استيفاؤه من الكفيل، والقصاص لا يمكن إقامته على الكفيل، لأن القصاص إنما يكون من الجاني، والحد إنما يقام على صاحب الجريمة ولا يقام على البريء وهو الكفيل. فلا يصح أن يضمن شخصا عليه حد ويقول أحضره لكم عند تطبيق الحد، كان يكون عليه قطع يد أو يكون عليه جلد فيقول اتركوه وأنا أحضره عند تطبيق الحد أو عند المطالبة بإحضاره، هذا لا يصح، لأنه لو تعذر إحضاره، لأنه لو لم يحضره لا يمكن استيفاء الحد منه، لا يمكن استيفاء الحد منه لأنه بريء، ولا القصاص كذلك. نعم. ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول به، يعتبر رضا الكفيل لأنه هو الذي يتحمل، فإن كان الكفيل مكرها على الكفالة لم تصح، لا المكفول به، فالمكفول لا يشترط رضاه، لأنه من عقود الإرفاق والإحسان، وفيه نفع للكفيل، فيه نفع للكفيل، فلا يشترط رضاه. نعم. فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى أو سلم نفسه برئ الكفيل. هذه الأحوال التي يبرأ بها الكفيل. الحال الأولى إذا مات المكفول، إذا مات المكفول فإن الكفيل لا يطالب لأنه تعذر إحضاره. الصورة الثانية. نعم. قال فإن مات أو تلفت العين، أو تلفت العين المكفول بها، تلفت العين المكفول بها كالعارية والدابة المستأجرة وغير ذلك، وكان تلفها بغير تعدي ولا تفريط، فإنه يبرأ الكفيل، لأنه يبرأ المكفول فيبرأ الكفيل لأنه فرع عليه. أما إذا تلفت بتعدي شخص فإن الكفيل لا يبرأ. نعم. أو سلم نفسه، أو الكفيل سلم نفسه للمطالبين فإنه يبرأ الكفيل، لأنه إذا سلم نفسه حصل المقصود، لأن المقصود إحضاره عند الطلب وقد حضر وسلم نفسه، فتتعلق المطالبة به ويبرأ الكفيل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الحوالة. الحوالة هي أيضا من عقود الإرفاق، الحوالة من عقود الإرفاق، وهي أن يكون على شخص دين فيحيل صاحبه إلى شخص آخر له عليه دين. فالحوالة إذن هي تحويل الدين من ذمة إلى ذمة، والأصل فيها قوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم أحل عرضه وعقوبته، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل، وفي لفظ فليتبع، إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، هذا هو الأصل في الحوالة. وأجمع العلماء على صحة الحوالة، وهي من عقود الإرفاق، لأن المدين له أن يسدد الدين بنفسه وله أن يسدد الدين بوكيله. نعم. قال رحمه الله لا تصح إلا على دين مستقر. اشترط في صحة الحوالة أن تكون على دين مستقر، يعني ثابت، فيخرج الدين غير المستقر كدين الكتابة، لأن المكاتب قن ما بقي عليه درهم، له أن يعجز نفسه ويفسخ الكتابة فيكون المحال عليه لا يصادف دينا ثابتا يبطل حقه. أو مثلا المهر قبل الدخول، فلو أحالت المرأة، لو أحالت المرأة أو وليها أحال بالمهر
فإنه لا يستصح هذه الحوالة، لأن الدين هذا غير مستقر، نعم، لأنه عرضة للفسخ، نعم. ولا يعتبر استقرار المحال به، لا يعتبر، يعني يعتبر استقرار الدين المحال عليه، لئلا يذهب حق المحال. ولا والعكس لا، لا يشترط استقرار الدين المحال به، لأنه وإن فسخ وإن يعني لم يمضى العقد فإن الحق لا يضيع بذلك، نعم. ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا، نعم. ولا يعتبر استقرار المحال به، نعم. ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا، يشترط اتفاق الدينين المحال، الدين المحال به والدين المحال عليه جنسا، بأن يكون دراهم على دراهم أو ذهبا على ذهب، وهكذا إن يكون المحال المال المحال به من جنس المحال، من جنس المال المحال عليه، فإن اختلف الجنس لم يصح، فلا يحيل بالدراهم على الدنانير ولا العكس، ولا يحيل بالدنانير على الدراهم لاختلاف الجنس، هذا جنسا. ها، ووصفا، ووصفا بأن يقول مثلا دراهم من النوع الجيد لا النوع المكسر، أو يقول يحيل بدراهم مكسرة على دراهم مكسرة، أما لو أحال بدراهم صحيحة على دراهم مكسرة لم يصح لاختلاف الوصف، نعم. ووقتا، ووقتا وهو الحلول، فلا يحيل بدين لم يحل على دين حال، أو العكس يحيل بدين حال على دين لم يحل لاختلاف التوقيت، نعم. وقدرا، وقدرا فلا يحيل بدين أقل من الدين المحال عليه، أو العكس يحيل بدين أكثر من الدين المحال عليه، نعم. ولا يؤثر الفاضل، ولا يؤثر الفاضل، يعني لو أحال بخمسة على عشرة فإنها تصح الحوالة بالخمسة والباقي يبقى لصاحبه، نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمعين الكرام، كانت هذه نهاية حلقتنا في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تكرم به من شرح وبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.